أعربت الديفا سميرة سعيد في تصريحات خاصة لليوم السابع عن سعادتها بفوز المنتخب المغربي على نظيره الإسباني في المباراة التي أقيمت بينهما، وقالت: الحمد لله أنا سافرت أمس لقطر لأشاهد المباراة من الملعب وأشجع الأسود، والحمد لله كان وشي حلو عليهم وكانوا قد المسؤولية ورجالة، وأشعر بالفخر ليس للمغاربة فقط بل لكل العرب، وأعتبر هذه بداية الانطلاقة لكل العرب حتى يستطيعوا تخطي كل الفرق الأوروبية. وأضافت أنها كانت تتمنى مشاركة مصر في تلك النسخة، لكن إن شاء الله سيكون لها مكان في البطولات المقبلة. مبروك، وتعالوا بقى نشوف أسرار ما أعتقد ما تعرفوهاش عن سميرة سعيد. توفي الخميس 17 نوفمبر 2022 مصطفى النابلسي اللي هو طليق الفنانة الكبيرة سميرة سعيد، ودي صورته مع ابنهما حسب ما أعلنت الفنانة نادية مصطفى، حيث نشرت صورة لسميرة سعيد وعلقت قائلة: النهاردة زي ما كتبت على صفحتي على الفيسبوك ميعاد عزاء أستاذي محمد سلطان، أرسلت لكل فنان معي رقمه على الواتساب ومنهم الفنانة الكبيرة سميرة سعيد، فكلمتني واعتذرت عن حضور العزاء لأنها خارج مصر لأن أبو ابنها شادي توفي أمس، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته. سميرة سعيد طبعا مطربة مغربية معروفة، ولدت في مدينة الرباط بالمغرب العربي، وهي عندها دلوقتي 64 سنة ومحتفظة بجمالها زي ما احنا شايفين هنا مع شيرين عبد الوهاب، تبان أصغر منها. وفي هذا الإطار نستعرض أبرز تصريحات أطلقتها سميرة سعيد. قالت: أنا لست طباخة ماهرة، ولكن أفضل الأكلات التي أتميز بها وهي الكبدة، وتجمعني بشيرين عبد الوهاب صداقة قوية، ومن أجمل مواقفها معي أنني كنت لوحدي بالمنزل في شهر رمضان بسبب سفر ابني شادي، وشيرين تركت كل شيء حتى أنها كانت في بداية زواجها، ولكنها أصرت على أن تترك أسرتها في أول يوم في رمضان حتى تشاركني الإفطار ولا تتركني وحدي، وهذا الموقف لا أنساه لشيرين عبد الوهاب أبدا. موقف جميل فعلا من شيرين عبد الوهاب. قالت أيضا: أتمنى تقديم أغنية شعبية، وأحب صوت المطرب أحمد عدوية جدا، وهو أفضل من قدم الأغنيات الشعبية. دي هنا أثناء البرنامج، إطلالة مبهرة طبعا. سميرة سعيد الأسطورة، مغنية مغربية مواليد مدينة الرباط في المغرب في يناير 1958، وهي تعيش في مصر وحاصلة على الجنسية المصرية، ومن أقدم الفنانات العربيات التي لا زالت مستمرة حتى الآن بعد وفاة الفنانة وردة الجزائرية، حيث أن كل من الفنانات ميادة الحناوي وعزيزة جلال وماجدة الرومي قد باشروا الفن بعدها بسنوات. سميرة سعيد معروفة طبعا، مطربة جميلة. تزوجت الفنانة سميرة سعيد مرتين، الأولى عام 1988 وكانت لمدة 7 سنوات من الموسيقار هاني مهنا. هنا مع زوجها الأول هاني مهنا، صورة نادرة، وهنا أثناء احتفالهما بالزفاف بالمغرب. سميرة سعيد وهاني مهنا أثبتا أن الصداقة ممكن أن تستمر، فبعد مرور سنوات عدة على طلاقهما الذي تم عام 1994، إلا أن علاقة الاحترام المتبادل والزمالة المهنية هما الغالبان، حيث ظهر كل من سميرة ومهنا في حفل توزيع جوائز الميمة بمنتهى الرقي، فالتقطت عدسة الكاميرا سميرة سعيد وهاني مهنا والابتسامة الصافية تعتلي وجه كل منهما أثناء تسليم وتسلم الجائزة. دي صورتهم مع بعض، ودي الأغنية بتاعتها مش هتنازل عنك أبدا مع صورة نادرة. أما الزواج الثاني لسميرة سعيد فكان عام 1994 من رجل الأعمال المغربي مصطفى النابلسي، ورزقت منه بولد وحيد اسمه شادي عام 1995، وهي منفصلة حاليا. هنا مع ابنها شادي، بقى شاب كبير طبعا دلوقتي أطول منها، ربنا يحفظه ليها.
وتحرص المطربة سميرة سعيد باستمرار على اصطحاب ابنها الوحيد شادي إلى كل حفلاتها وبروفاتها وسهراتها. هنا معنا شادي، صور جميلة تبين مدى الحب اللي بينهم. وعليكم مجموعة من الصور النادرة التي تجمع ما بين الفنان الكبير الراحل عبد الحليم حافظ والفنانة المغربية سميرة سعيد وهي طفلة صغيرة في بداية مشوارها الفني. هنا الصحف كتبت رحلة للمغرب مع نجوم القاهرة، وكانت صورتها اهي مع سميرة سعيد في طفولتها، ودي صورة نادرة جدا ليها مع العندليب الأسمر. ذكريات من الفن الجميل. وقد استضافت الإعلامية منى الشاذلي النجمة سميرة سعيد في حلقتي رأس السنة 2019 2016 من برنامجها المذاع على قناة سي بي سي. هنا في 2016 حلقة رأس السنة، وظهرت متألقة كعادتها. مدرسة سميرة سعيد اللغة الفرنسية في الجامعة بالمغرب، وقد كانت لها عدة مشاركات منذ عمر الـ9 سنوات، ومن أول أعمالها كانت شكونا لأحبابنا ومسلسل مجالس الفن والأدب. أول أسطوانات سميرة سعيد كانت تحت اسم لقاء عام 1970، علما أنها تخرجت من البرنامج المغربي مواهب حين اكتشفها حينها الملحن عبد النبي الجيراري، وانتقلت بعدها لمصر عام 1977 لتقوم ببعض الأغاني مع محمد سلطان من ضمنها الحب اللي أنا عايشاه. كما شاركت الفنان محمد الموجي ببعض أعمالها أيضا، من أبرز الأغاني التي اشتهرت بها سميرة سعيد حتى اليوم الجاني بعد يومين ومش هتنازل عنك أبدا. تعاونت سميرة سعيد مع العديد من الفنانين الخليج منهم عبادي الجوهر وطلال مداح وغيرهم، حيث كانت أول مطربة تغني وتطرح ألبوم خليجي كان تحت عنوان بلا عتاب، وأيضا كانت أول مطربة تغني في العيد الوطني للإمارات. وحصلت الفنانة سميرة سعيد عدة جوائز، من بينها جائزة الموسيقى العالمية ميوزيك بوكس عن ألبوم يوم ورا يوم التي أدتها مع المطرب الجزائري الشاب مامي. ومنحت سميرة سعيد من قبل الملك محمد السادس وسام القائد في احتفالات عيد العرش 2009، وأبرز ألبومات سميرة سعيد مش هتنازل عنك 1987. من ناحية أخرى، كانت قد حرصت النجمة شيرين عبد الوهاب على حضور عيد ميلاد الفنانة المغربية سميرة سعيد الذي أقيم 10 يناير 2017 بمنزلها بحضور عدد من أصدقائها من داخل وخارج الوسط الفني. ده كان في عيد ميلاد سميرة سعيد. ونشرت شيرين عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير انستجرام صورة مع الفنانة سميرة سعيد تهنئها فيها بعيد ميلادها، وعلقت عليها قائلة: من أجواء الاحتفال بعيد ميلاد الديفا سميرة سعيد ليلة أمس. لو أعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين، شكرا لكم.